ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده جايبه لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. إيه؟ وهي الطحينه البيتي، حاجه كده يعني سهله ونظيفه. إيه؟ هتعجبكم جدا. وثلاث مكونات بس اللي هنعمل بيها الطحينه، مش اكتر من كده. بص، سمكها حلوه قوي وشكلها وريحتها تحفه. إيه؟ ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. واللي اول مره يشوف القناه عندي يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان الفيديوهات توصل لكم اول باول وكله يستفيد. وما تنسوش طبعا اللايك. ونشوف بقى مقاديرنا ومكوناتنا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بصوا سمكها تحفه جدا، حاجه ما شاء الله انتي عاملاها وضمنوها، حاجه نظيفه في البيت. يا ريت نقلل بس شويه من الحاجات اللي بنشتريها من بره ونعملها في البيت، انضف واحسن، وهتوفر عليكي فلوس كتير جدا من اللي بتشتريها من بره. وعلى الاقل انتي حاجه عاملاها في البيت وضمنها. نشوف بقى مقاديرنا ونشوف المكونات اللي معانا ونشوف هنعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا دلوقتي كوبايه دقيق، كوبايه زيت، كوبايه سمسم محمص، معايا نص كوباية سمسم ابيض. وادي زي ما انتم شايفين كده المقادير سهلة وبسيطة، مش صعبة جدا اهو. ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. اول حاجة هعملها ان انا هجيب طاسة واحطها على النار. الطاسة دلوقتي سخنة معايا، هنزل بالسمسم اهو، السمسم الابيض على السمسم المحمص، الاتنين مع بعض. انا عايزه اسخنهم بس، مش هحمصهم، اسخنهم بس. ويا ريت تبقى النار واطيه جدا زي ما قلت لكم عشان ما تحمصوش مننا او تحرقوا مننا. هي سهله مش صعبه، هتدعوا لي عليها بجد يا جماعه، حاجه كده تحفه ما شاء الله ومضمونه وفي البيت. نقلب كده كله مع بعضه عشان ما يبقاش جنبي السخن وجنبي لا، يبقى كله مع بعضه كده واخد حرارة واحدة اهو. تمام كده، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم وفيديو سهل ومكوناته ومقادير بسيطة جدا. همسكه بايدي كده اشوف سخن ولا لا، لو لقيته سخن خلاص هشيله من على النار واضربه في الكبة. لازم اضربه وانعامه في الكبة، دي خطوة مهمة. هجيب معايا دلوقتي خلاط، هنزل بالدقيق وهنزل بالسمسم اهو. لازم نطحن السمسم وما تنسوا الخطوة دي. تمام كده اهو، انا حطيت الدقيق في الخلاط وحطيت عليه السمسم، وهحط ربع كوباية زيت وهشغل الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين معايا كده. الطحينة مفيدة جدا والسمسم مفيد، وحاجة ما شاء الله يعني اهو. هنزل بسرسوب كده الزيت، منزلش بالزيت مرة واحدة، لازم انزل بسرسوب كده زي ما انتوا شايفين معايا. والخلاط شغال، يعني الزيت هيتحط والخلاط شغال. انا طبعا وقفت الخلاط وهنزل الحاجات اللي هي بتبقى في الجناب ديت عشان كله يتجانس مع بعضه ويتضرب كويس. واهم خطوة برضو يا جماعة ان احنا لازم نضربه كويس في الخلاط لحد ما ينعم معانا ويدينا القوام الحلو اللي احنا عايزينه. هكمل كده الزيت، هنزل سرسوب كده زي ما انتوا شايفين. خطواتها سهلة وبسيطة وسهلة على اي حد ممكن يعملها. تمام كده، انا نزلت الزيت كله اللي معايا في كوباية اهو، خلاص كده ما شاء الله. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه جدا اهي، خلصت معايا. ايه رايكم في شكلها؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله هتعجبكم قوي.
وريحتها تحفة وشكلها جميل جدا، وانتي عاملاها في البيت ومضمونة، حاجة نظيفة. بص سمكها، سمكها حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله اعمله بنفس المقادير دي هتطلع بنفس النتيجة دي وهتعجبكم قوي. ولو انتوا شايفين ان السمك ده خفيف، انا عن نفسي شايفاه مظبوط جدا، زودوا معلقة دقيق او معلقتين حسب رغبتكم انتوا طبعا، بس انا عن نفسي شايفاها كده كويسة. تمام، جربوا الاول بالمقادير دي وشوفوا السمك بتاعها، لو تمام خلاص عايزينها اتقل يبقى حطوا معلقة دقيق. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونتقابل في فيديو جديد ووصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.